بالعافية، شو هالريوق اللذيذ؟ هي؟ سلامة، دوم تسوي الأومليت بشوية زيت ومع الخضار، ريوق متوازن ومغذي. البيض كنز غذائي ويحتوي على 11 نوع من مضادات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور. أوه. ومن الأطعمة القليلة اللي فيها فيتامين دي بشكل طبيعي، بينما البروتين عالي الجودة يشكل 13% من كل بيضة. وكل هذا مع 70 سعرة حرارية فقط في كل بيضة. البعض يقولون إن البيض يسبب الكوليسترول، لكن هالكلام مو دقيق يا سلامة، فكل بيضة فيها 5 جرامات من الدهون. أه. ولكن 3.5 جرام منها دهون صحية غير مشبعة، وضمنها الأوميجا 3. وبكل الأحوال إذا تبين تسوين دايت يا سلامة، البياض غني بالبروتين وتقريبا خالي من الدهون، وخلي الصفار لطبخ الأكلات اللذيذة للعيال. أه. وعلى العموم يقدر البيض يكون ضمن نظام غذائي متوازن، شرط لا يتجاوز العدد 6 بيضات في الأسبوع، وأكيد الأفضل تجنب القلي. وعساكم دوم صحة وسعادة.